فالبرهان قام مشى كينيا في زيارة واضحة بالنسبة لي أنا، طريقة الاستقبال ولغة الجسد والانكسار اللي عند الرئيس الكيني. يعني مسلم على البرهان بيدينه الاثنين والبرهان صار له الطريقة اللي قاعد بها البرهان. عدم أثر الزيارة إعلاميا أو داخليا، إحنا هسه مركزين في الجبل، وفي الجبل مركزين مع ناس أحمد شاكر في قاعدة النجومي الجوية مع التماسيح قاعدين هناك. إحنا يعني السودان ده كله حسي إحنا ما مركزين فيه حاجة، أهم زول عندنا النجومي. حسي برهان مشى لحد كينيا، إحنا ما فالحرية والتغيير نزل دنيا آخر نص شهر دارين مصاريف، فياسر عرمان بيتحمل البلة اللي بيحصل له ده، فلازم يكتب. فكتب يعني كلام بالإنجليزي ومترجم، يعني حنقرأه بعدين إن شاء الله بالتفصيل. فقال يا أخي الزيارة دي أول حاجة إنه الجنرال البرهان في الطريق الصحيح. أنا ما أعرف الطريق الصحيح إن ياسر شنو. أول أمس كان الطريق الصحيح جدة، مشى جدة البرهان طبق لهم الملفات حقتهم دي وما شال أساسا معه من السودان، ولا شال توصيات ولا شال توصية إيجاد ولا شال ولا شال ولا شال ولا. ياسر عرمان قال يا أخي البرهان في الطريق الصحيح، مشى عفص لهم هناك. قال البرهان يستمع إلى جشالي كرتي وإلى كرتي عديل. ده ياسر عرمان بيتهم البرهان كده إنه بيتحركوا جهات. يا راجع مشى كينيا قال لا البرهان في الطريق الصحيح. الطريق الصحيح شنو هو؟ في كينيا حتجيب لنا شنو يا ياسر؟ ياسر ما قال الحاجة، هو بيتكلم في حشو بتاع زول مدفوع له إمكانياته هنا. يعني دين الإمكانيات حقته. واحد مرسل لي سكرينة من تويتر، زول كاتب كلام. والحاجات الزي دي يا اخوانا بتخليني أصر وأجيف يعني. أنا ما بخلينا أجيف الانتصار، أنا بخلينا أجيف النوعية زي ياسر والزول اللي بكتب شبشب الملك الناس ديل. أنا والله بشوف إنه حرام شعبي زي ده يتكلموا معاه وناس زي ديل، مش يتكلموا عنكم أو يتكلموا بيكم أو يتكلموا لا يوجهوا لكم أنتوا خطاب. أنا شايف الحاجة دي حرام، أنا لازم أتصدى ليها. فالزول ده كاتب إنه البرهان كان بيسمع لكلام المنقب وكلام الكيزان وحس ياهو جاي يفتش في سيادة الأمير في كينيا. المستوى الكاتب بيه والزول الكلام ده إذا قسناه باقتصاد أو سياسة أو فهم عام، آخر معيار أنا قاعد أقيس بيه في السودان ده هو أمين مكي. يعني أدنى من أمين مكي ما في زول ما بي يعني آخر. يعني لما تيجي تقول لزول أنت ما بتفهم كويس في أي حاجة تجيب أمين مكي. هسه أمين ده خش صفحة بكون كاتب شنو؟ فرفورة كده، فهمت؟ حاجة بتفرفر كده، حاجة كده لطيفة كده بنخليه مواد مالئة. الناس بيقول لي ما ترد، لا برد عشان اوريكم المقابل بهناك شنو. انتوا قاعدين بجاي في 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 امان وفي سلام وواعيين ومعاكم عقولكم وبتفكروا وبتفهموا الحمد لله. شوفوا بهناك ربنا مبتليهم، يعني زول احمد ربنا على النعمة. فامين ده اخر مستوى. الليلة الحاجة اللي كتبها الزول ده دي مستوى تحت، الكتبها ياسر ده مستوى دي حاجة تانية. فقال اول حاجه يا اخي مرحب بالبرهان في الطريق الصحيح، الطريق ببدا من كينيا. طيب كينيا فيها شنو يا ياسر؟ ما ورانا. في شنو في كينيا هنا متدخله؟ ما ورانا. كينيا مقدمه مشروع يا ياسر؟ ما ورانا. مخرجات الزياره بتاعت البرهان مع كينيا شنو عشان انت تفرح ونعرفها في الطريق الصحيح؟ ما قال لنا. طيب البرهان قال مشي كينيا سوى شنو؟ ما ورانا. ليه لا ورانا؟ نعم ورانا البرهان الزياره حقته دي مرتبه في ثلاثه خطوات. الخطوة الأولى لما طلع من القيادة العامة اللي احتواه واللي احتفى بيهم منه حنان وياسر وخالد سيلك والحرية والتغيير والديجير، قالوا البرهان طلع ومرحب بيه في الطريق الصحيح وحنعمل اتفاق وخلاص انتهى الموضوع. حصل ولا ما حصل؟ حصل. قام البرهان عمل ترتيب بتاع أولويات. هم قالوا من هنا طوال البرهان ماشي وين؟ ماشي جدة. البرهان اول يوم ما مشي جدة، ثاني يوم ما مشي جدة، ثالث يوم ما مشي جدة، رابع يوم ما مشي جدة، خامس يوم بدوا يقلقوا. قالوا خلاص نمشي للبرهان ده نلاقيه وين؟ في مصر. القمة بتاعت مصر احترمت البرهان.
نادولة فيها 7 رؤساء بغض النظر عن علاقته معهم. أول حاجة هو مشى تمثيل دبلوماسي رفيع المستوى أعلى درجة في السودان البرهان. مشى مصر كان في استقباله منه رئيس بالمولكيت الأحمر. مشى جنوب السودان استقباله الرئيس. مشى اخترق الإيجاد المحرشين ناليو دي مشى اخترقه. عمل ترتيب بتاع أولويات دول. دول متأثرة بالتمرد مباشرة. فمش طمر رؤساء مش طمر شعوب. يا اخوان احنا الله قادرين والناس اللي بعدوا ليكم ولا حاجة. لو عندكم اي تعاون مع التمرد احسن وقفوه واحنا بنديكم فرصة. وفعلا ده اللي حصل. مشى لدول ممكن تكون حليفة اقليمية. مشى رسل عقار الصين روسيا ومشى هو شخصيا لأردوغان. مش اشترى لنا 6 صناديق بتاعت لكوم حلاوة حلقوم. احنا فعليا مش الزول ده جاب بريقدر ومش جاب سلاح. وجلسة مغلقة بين رئيس المخابرات التركي ورئيس المخابرات السوداني واردوغان والبرهان 3 ساعات. ما في غحات عارف جوه الحصل شنو. لكن شافوه في شرق النيل وشافوه في كوبري شنبات وشافوه في 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 الحدود بتاعت الخوي وشافوه في نيالة وشافوه في اللبيض وشافوه محروسة الدمازين وشافوه محروسة مدني. عندنا بريقدر مشينا جبناه والله جد ما مشيت ونسمعه مشي جاب بريقدر. عمل توازن وترتيب أولويات. السعودية بهناك تنبح دارين البرهان يجي أبي يمش دارين البرهان يجي أبي يمش. الدعوة كانت مباشرة للبرهان. دارين يجي يقعد مع القوني. هو لو جابوا له حميتي ممكن كان يحترمه ونمشي. فلما دار شابكين لنا الطريقة الصحيحة البرهان ماشي جدا حنجيبه لكم من أضانه. مشى لما اتسمت الغمة الأفريقية العربية حتى مشي جدا. صح ولا غلط؟ لا ما تنكروا يا أخوان ما تنكروا. سموها الغمة العربية الأفريقية حتى مشى. الخطاب حقه ده ده خطاب بغض النظر قاله البرهان وعلاقتك معه ده خطاب للتاريخ ولا يقل عن خطابه اللي قاله قدام الأمم المتحدة. ده خطاب للتاريخ. مش قال لهم أول حاجة أفريقيا تزخر بثروات وإحنا مدخل لأفريقيا. الزول ده مشى من هناك كلمة مدخل دي طبقة. المدخل منه هو كينيا مدخل مشاريع عديل. احنا جينا هنا قلنا ما يمشي للامارات والدول اللي احنا عندنا معانا عداوه. ما راجل ما مشى لهم عديل. انتم مشكلتكم شنو الكيني؟ الكيني ليه ما طرح له الطرح قبل كده؟ كينيا شاورت البرهان لما عملوا غمه قالوا الغمه دي بعد 10 يوم. طلع الرئيس الكيني ده ومعه مدير وزير الخارجيه قالوا احنا عندنا غمه حتجمع بين الرئيس البرهان وبين رئيس الدعم السريع حميتي بعد 10 يوم. حنان حسن كتبت الترتيب حقها. قالت هدنة قصيرة 3 يوم. تعقبة هدنة طويلة 7 يوم. يعقبة بعد 10 يوم لقاء بين حميتي والبرهان وقفل واحتفل وخطت قلب بتاع الحب. الاسكرينة قاعدة من صفحة حنان. كينيا ما شاورت البرهان ولا شاورت الجيش. طلع الرئيس ده قال الكلام ده وهو محتفظ برؤوس التمرد المدني والعسكري. واحنا كنا ساكتين والبرهان كان قاعد في القيادة وساكت. الزول ده حدد لنا حتى مواعيد اللقاء بين البرهان وحميتي. بعديها بأيام ظهر لنا وزير الخارجية الكيني. شغلت لكم الكلام هنا في لقاء في الجزيرة معه منه مع أحمد طه. سأله قال له أنتوا ليه ما جبتوا حميتي؟ قال له تعذر الاتصال مع حميتي. يبقى الأسباب اللي كانت عند كينيا وهي متوقعة إنها تخترق السودان اللي هو دعمها من الفصائل المتمردة الدعم السريع والحركات المسلحة اللي منها ديل والكيانات المدنية اللي هم زي ناس محمد الفكر قاعد في نيروبي وديل وديل ما بشكل أي ثغل. قام البرهان مشى له عديل مشى للكين عديل. قال له مشكلتك مع السودان شنو؟ قال لا والله طبعا احنا. قال لا اسمع قدرت اعمل عبور هنا ده للسعودية هاي الغمة اللي ولم السامعة دي هاي. قال لي في جوفها الليقاد والاتحاد الافريقي والسعوديه وانا كلمته ان افريقيا دي تسخر بالثروات لكن احنا المعبر والمدخل بتاعهم. قال لهم في الغمه قدام الملك سلمان السودان مدخل لافريقيا. قال لهم عديل وعندكم شراكات استراتيجيه طويله وقصيره احنا ما راضين عنها ما بتخش افريقيا. قال لهم عديل مشى له ولا الكين حسي؟ انت عندك حاجه مع الشرق الاوسط هاي بتمشي بها وين؟ ده هو ده البحر الاحمر ده المنفذ الوحيد. اما قصتين حميتي وغير لك النظام وشيل لك راس الجيش البرهان والانقلابي يدعو لك ويجي حميتي زولك لا ده اللي هو حميتي ده ما في انا بس يا زول. فالراي شنو حسي؟ يبقى الزياره حقت البرهان دي ما عندها اي علاقه لا بدعم سريع
لا بياسر عرمان، لا بحريه وتغيير، لا باتفاق، لا باستسلام. مشى للزول ده الكيني ده عديل، قال له احنا دول، انت جابك انتخابات، الرئيس الكيني جاب انتخابات فتره بتاعت 4 سنة بيتفقفق بيمشي بيتهم، في علاقات ازليه بين كينيا وبين السودان. احنا في الوقت ده بنقفل في ابواب ما بنفتح فيها، احنا دارين شنيته من السودان. ما هو ده التعامل، ده رئيس حميدتي وده البرهان رئيس حميدتي، مش يا الله انا القاعد لكم، دارين شنو علاقات تجاريه بزنس، دارين حاجه بالعلني تعالوا سووها، حاجه بالدس ما بتقدر تعملها. وراس مالك انت عندك 12,000 مقاتل برسل لك حسي مستنفرين من الجزيره بيطلعوا ميتينك انت والشاي، بيطلع واحد يقول لك انتوا ما حسي البرهان يهودا مشى عشان يفتش له سلام مع حميتي. ما تمرك حميتي بتاعك ده حمار انت، وحميتي قاعد حسي الرئيس الكيني كان بيشاورنا، حسي ما كان طلع يقول لك يا اخي رتبنا لقاء بين البرهان وحميتي وهم قاعدين في قصر الرئيس الكيني وخلاص الحريب حتقيف. ما في كلام فاضي زي ده، حسي قاعدين نحش فيكم في جبل اولياء، والحش مستمر ان شاء الله لحد اخر دعامي. أم درمان مدورة، بحر مدورة، وبل رب السماء، بل لما انت آمنوا ذاتكم، الحاجات اللي بتطمنوا بها روحكم دي يا ياسر، انت يا زول الحمار ساي، ما عندك استراتيجية، انت كل 3 أيام بتيجي تقول فلان ده ماشي يهود الطريق الصحيح، نخليه يومين نمشي جدة ماشي الطريق الصحيح، مش كده وبس، لا البرهان حيمشي تشاد، ويمشي أريتريا، ويمشي أثيوبيا، ويمشي الإمارات ذاتها. الدور بتاعكم انتهى خلاص، أثركم انتهى. انتوا قاعدين تشاوروه، ما كان قاعد مقفول في القيادة، كل دقيقة تطلعوا تقولوا تحددنا فترة زمنية، حددنا ما عارف 3 يوم للبدء. ما ده هسي دوينو الكلام ده. البرهان كان كلامه واضح في القمة الافريقية، الدول دي كلكم انتوا مربط فرسكم هنا في بورسودان، وعندنا احنا دين، واحنا نقول في افريقيا ياكل ياكل، ونقول ما ياكل ما ياكل، كلامه مش واضح. الرئيس الكيني وينو الطاحي حقه، وينو ما جاك فاهم معه اصلا في القصه دي، كلامنا كان واضح، رسالتنا واضحه، والعالم اسمع الان. هو الخطاب بتاعه ما بناه بس للخارجيه والعمل الدبلوماسي، اتكفل هو شخصيا مش طبق الكلام ده بيان بالعمل، حسي حتشوفه في تشات، حسي حتشوفه في الامارات، عمل ترتيب بتاع اولويات، الدول المتاثره مباشره من تمرد الدعم السريع، مشى ضمن وضمن ولاء. الدول المحتاجه تكون اقليميا تحالف جهه، مش قال لهم احنا حليفكم القوات المسلحه وانا امثل شرعيه الدوله والقوات المسلحه وانا رئيس مجلس السياده. مشى روسيا، مشى الصين، مشى 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 تركيا، خلاص انتهينا ثاني في شنو. مشى مصر حيت دوره تماما، مشى قطر حيت دوره تماما، مشى بلع الناس دل تماما، وجا راجع قاعد في بورسودان، جا راجع من بورسودان دخل هنا كرري وادي سيدنا، قال له العسكري فك اللجام، قال له فكيناه يا حبيبنا، الدار تسوي سوي، والله في 19 ثانية قال له اسمع كل القادة قاعدين هنا معاهم اخوان الدار تسوي سوي، انا فاضي ذاتي، ما تقعد تشبكوني بتاع ورا روك وقال لنا وما قال لنا، لحد هنا واضح الكلام؟ لكن مستوى الفهم الاقل من امين مكي ابو صلاح ده مستوى فهمه عجيب. قال البرهان هسه يا دوب سمع الكلام ماشي يفتشوا للامير، امير يفتشوا لوين؟ نعم هو الرئيس الكيني كده اللي يشيل شيلته خليه امير. كروت الضغط بتاعتكم حمايتي والدعم السريع انتهت، ما في حاجه ثانيه خلاص. بالنسبه للي بيحصل في جبل اولي، السلام عليكم، كيف الاخبار؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله بعدين نجي نتكلم عن الحاجه بالتفصيل. كنت بقرا في تاريخ السودان يعني، وكنت بقرا عن النجومي، فقام يعني بشوف الاحداث يعني. فالمهم الناطق الرسمي باسم الدعم السريع الليله في تويتر شبشب الملك المؤسس، ربنا يطول في عمره ان شاء الله لحد ما يموت مغص بالانتصارات الكثيره اللي بتحصل دي، والله ادي الصحه والعافيه يعني، كل يوم يتابع. فكاتب منشور طويل انه قاعدة النجوم العسكرية في الدعم السريع، والجيش ده بيكذب عليكم، والجيش بيقول في فيديوهات قديمة وانتم مبارنها، والميديا وانتصارات الزائفة والبتاع. خلاص احنا امبارح جبنا لنا مصطلح جديد الانتصارات، خلاص حيلصقوا فيه طبعا، ما بعرفوا ما عندهم ابداع القحافل.
في حاجة تفهم يعني افهموها انت في الدقيقتين دي اللي انا هقولها. انا شايف ان الجيش حسي محاصر في جبل اولياء، والدليل انه الدعم السريع طلع من الخرطوم مضاحي الخرطوم مشى لحد الجبل، يبقى مشى اعتدي عليه. واضحة دي ولا ما واضحة؟ لو احنا امكانياتنا العسكرية ممتازة وفل والامور طيبة، ما كنا سمحنا للجيش ده اتلقط من الخرطوم بتاع الدعم السريع ويمشي لحد الجبل، كنا حسمناه في حتته. لكن مشى لحد هناك وريد الرجال التماسيح ده قاعدين وبلعوهم. الدعم السريع دخل جبل اولياء ودخل القاعده العسكريه، دخل النجومي، دخل القياده العامه، دخل اي حاجه. فرقي انا شنو من شبشب الملك المؤسس؟ هو بيطلع بيتكلم عن هزائم القوات المسلحه، وانا بطلع بتكلم عن هزائم القوات المسلحه. كل يوم بطلع بسب لهم هنا عديل رسمي وشعبي. قصرتوا تقصيركم، فرقي منه شنو؟ فرقي منهم ومن قحط. هم بيدعوا الوطنيه، هم بقول لي يا اخي الدعم السريع قاعد في قاعده جبل اولياء بتاعت النجوم حقت الطيران حقت الجيش، يعني هم قاعدين فيها. خلاص امشي اقعدوا معاهم في جده وكنت ما قادرين تطلعوهم. فهمتوا هشام بيشتغل كيف؟ هو هاي شايف انه الجيش ما عنده القدره يطلع الدعم السريع من قاعده النجوم العسكريه. يبقى طوال النتيجه الحل شنو؟ الحل نمشي نقعد مع الدعم السريع طوال نمضي سريع وقت ما قادرين نحرر. خلاص يا اخوانا ما هم ماسك قاعدين، وجيش امبارح قال لكم طلعوا، هو ما طلعوا، ده كذب ساي. انا فرقي منه بجي بقول للناس الجيش في النجومي يا اخوانا قفلوا جبل اولياء، طلعوا الناس دي كتلوهم، ما يخشوا بيت زول، ما يطلعوا من الجبل احياء. انا عارف انهم هم اخترقوا وصلوا جبل اولياء، وشايفهم وصلوا لحد الكوبري بتاع الخزان. فرقي من الحريه والتغيير بيقولوا لي ما دام وصلوا الخزان احسن سلموهم للسودان. انا بقول لهم يا جيش ما دام وصلوا الخزان نقفلهم في الخزان، ما يمشوا الخزان الثاني، نكتلهم. ده الفرق بينه وبينهم. هم شايفين ان انتصارات الدعم السريع مفروض طوال الجيش يسلم البلد. خلاص ما هو داسي قدامك قاعدين في جبل اولياء صرفه، ايوه فعليا قاعدين، لكن ده ما سبب يخلينا بيع البلد. من قاتل نقاوم، لا ما عندهم مقاومه. الجيش بتاعكم بغش فيكم، الدعم السريع قاعد في قاعدة النجوم العسكرية. طيب يا اخي بغش فينا ما نقيف معاه ويقاتل، نقول له يا جيش انت داير امداد؟ تعالوا نطلع نتكلم مع ناس الرنك، رسلوا امداد. تعالوا نتكلم مع ناس من لط، رسلوا امداد. تعالوا نتكلم مع ناس مروي، يا اخواننا ما نخلي زي ما نيالة، تعالوا تحركوا يا اخواننا، اعملوا امداد. ده فرقي منه، انا ما بفرط فيه، بس كل الموضوع. فهو حس شايف انه وجود الدعم السريع في قاعدة النجومي ده دليل على انتصار الدعم السريع وانهزام القوات المسلحة، مفروض نمشي جد طوال الجارين. لا هو ما فاهم انه احنا ممكن نفقد والاف العساكر من القوات المسلحة في سبيل تحرير النجومي، ولا نفقد السودان كله ولا ارواح الشعب السوداني ولا حرية ولا 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 بلدنا ولا ترابه. هو ده ما شايف، هو شايف بس خلاص يعني النجوم سقطت، السودان كله سقط، 17 ولاية مصندده هو ما فارقه معه، النجوم سقطت، زي جيشكم بغش فيكم بقول لكم هي ما سقطت وهي سقطت، وانت قاعد جوا جبل اولياء لا، مصدرك شنو بتاع المعلومه؟ الدعم السريع طبعا. فانت مساله انك ناطق رسمي اسم الدعم السريع، محاولتك اطفاء المساله انك انت بتتكلم يا اخي. الدعم السريع دخلوا امبارح قريه من غور جبل اولياء دي، كتل الرجال وخطف النساء وشال عربات وقروش واموال. كنا دايرين انكم تعملوا على تركيز شويه كده، فوكس كده، تيجي تتكلم عن الموضوع ده. لكن مالكم مال النجوم دي قاعده عسكريه بتسقط وبتطلع. انت عارف النجوم اللي احنا مسمين عليه القاعده ده اصلا انت عارفه منه؟ ده امير امراء المهديه، كان قائد الجيوش بتاعت المهديه. الزول ده قاد جيوش مشى يفك حصار بتاع سنار سقطت كانت، ومشى يفك حصار في الشماليه. الزول ده ادوه الجيش، التعايشي كان مرسل في الجيش يقود الجيش لفتح مصر في معركة 1889 في توشكي. في معركة توشكي دي استشهد. احنا تعرف عامل ليه والذكرى دي لشنو؟ لانه سقط والله، ما لانه انتصر، لا لانه استشهد، مات. هسه لو سقطت القاعده دي احنا ما فارقه معانا، لا بيسقط السودان لا بيسقط الجيش. الزول اللي احنا سمينا عليه القاعده النجومي ده ذاته امير امراء المهدي. انت عارف لما مات عمره 35 سنه،
لكان بقاعد المهدية ديل كده، بقاعد الشعب السوداني كده، بقاعد الخواجات كده، عرفت؟ مطارد أصلا عامل له حملة عشان يفتح مصر، كان ساكي الجيش بتاع كيتشنر صح؟ ساكيه من هنا لمصر، معه خواجات ومصريين، مطارده الجنرال ده لما بعد ما خلص المافيوزو كده بقى في الطوب، لما قتل كان عمره 35 سنة. والله كان مقاعد الكوكب ده كده بنوم الناس المغرب، بنوم المغرب النجوم اللي احنا ده قائد قوات المهدية، امير الامراء وقائد القوات والبضع الخطة والبنفذه، هو ذات النجوم ده. انت عارف القاعدة دي احنا ما عملناها عشان هو انتصر على الخواجة، لا احنا عملناها عشان هو استشهد في سبيل انه يحرر السودان. هو ما انتصر، ما شاف الانتصار، هو ما دخل مصر لسه. عملنا للقاعدة دي ذكرى سقوط له، فتسقط القاعدة ولتسقط جبل أولياء ما فارقة معانا. لكن بنيجي نقول للجيش بكرة رجع القاعدة، نقيف معاه، بكرة رجع جبل أولياء، بكرة رجع النيل الأبيض، بكرة رجع نيالة. ده الفرق بيننا وبينكم. ما احنا شايفين ان الجيش، لو الجيش اصلا مقتدر وامكانياته فل، الدعامة ديل من شرق النيل ما كان وصلوا جبل أولياء اساسا. احنا شايفين انهم وصلوا. بعدين احنا نحقق انتصار بالارواح. ليلة قتلكم دعامة والله 13 في مدرمان، 7 في بحر. لا ماشيين كويس، لا ماشيين كويس والله. في كم الليل عنده 27؟ لو حلو 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 27 كويس، 27 دعامي في 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 اخر النهار كده، طالع يعني. الشعب ده شعبي مقاتل، شعبي محارب، شعبي منتصر. ومسالتين انه تتكالب علينا الامم والاعداء، الموضوع ده احنا جديد، ما جديد علينا. ها كلنا عمرنا ده كله بندافر في 50 عدو في وقت واحد جوا وبرا وبنبلهم. حس البلد قاعدة والسودان منتصر والشعب السوداني موجود وجيشنا قاعد، فما تعملوا لنا قومة وقاعدة كل ما نقول والله يا أخي قاعدة جبل أولياء وقاعدة النجوم العسكرية في الدل القوات المسلحة مطلعين بيان. أنا منزل البيان إنه